هلا بالعيال. تبون فعالية راح اجيب يا عيال يا عيال يا عيال. تبون فعالية؟ لا ما راح تلعب انت يا عيال. يبغى فعالية اربع عيدة لا تكسرها. يبغى فعالية اربع عيدة عشان اجيب فعالية ولا ما بتزبطش؟ ما بتزبطش حاجة والله. يا عيال يا عيال تراك محروم من اللعبة طول واحد. ايه اوه ريح بلع فامرز فادرة عيني. يا شباب يا شباب أرحب. بسم الله يا عمري سالم قده. عندي عندي أنت غني بس تبي تغني أغني علي في حياتي إذا الحين توقف كلك أنت كلك عجبه يعني سعود شيء سعود أنا خشبه 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 لا تو يلا سالم سالم يلا خلاص يا عمر ما تبون شيء سريع خلاص نسولف يا ولد نسولف احنا وايك يلا هلا بيك هلا وجيتك هلا هلا بيك هلا وجيتك هلا واحد 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 عمر صفقة يا عيال صفقة اصحى طولها اخ واحد واحد لا تسوي عن كسر اخي دبيكا سعود هلا بجدو هلا هلا بجدو هلا هلا يا الدراسة صفقة صفقة صوتك زين على الفاضي ابشر بسعد مبدع ابشر بسعد شباب يلا ابغى قلبك مو من نص ريال اسمك تبيها بعطيك اياها اعطيك اياها والبودره من بين وشو مين هي تقدر انت طالع منك تبع عنك تعال ترى لا ايش ضحك سعود شفت ايش برزوق انا اضحك من ضحك سيد لا ضحك ارجع وراك شوي يا غادي اذا رجعت بحاول تسحب خشك معك شوي نبغى من جلستنا قبل شوي انت انت معنا خش لا رجاء عمرك راح عمرك راح تتعدى انا والله اني قد حسبت اني سكت الفلوس مع الشباب طالع تخيل 90 يوم سكت انا بس يوم جاي اسمح لهم ناكل هنقه شانه شانه 90 يوم جاي اسمع لهم ها جاي اسمع لهم كان مفكر انا بتجان بس يوم جلسنا في المجلس والله سلكت الله يبارك انا ما عاد تحسبت على كل حاجه معنا كل مرجي والله نتحسد مني يا جبهان راح تراجع تعال كمل كم انا 30 متر يا جبت ولا خشم طوله 30 متر ها ابشر بخل انا صيت جاك تب واليوم ما في تبي الفعاليه قلت انت بعيات الفعاليه اي والله اي والله والله شو تسكر البث مسوي لي فيها نخليها بكره من بدايه اللي الله الله يقول يا الربع تدرون امس يوم اسال عن الدسته دقيقه ولا اقطع هذيك
يعني الكلام ما فيكم قصر. في ترسيل القصيدة اللي يقوله ايش يقوله؟ مرحبا باللي غاب عنا ضاعت مراجعنا حريقي. ايه؟ ابشركم بواحد ارسل لي كومنت امس البارحه يقول فيه صل المدري شاعرها واقصد فيه توه جاي من العلاج لكن اللي خلاني اقول كل الكلام قولوا يلا نضع القصيده هذا سباق حماسي والفن هو الاساسي والكل اهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما. لو اتيحت لي الفرصه اني اقدم الشيء لهذا اليتيم انا ما قلنا شيء ودي اقدم له صراحه اشياء كثيره ودي اقدم له الحنان العطف المال اي شيء هو يحتاجه اصلا بساله بقول وش ناقصك من امور الدنيا كلها لان الانسان يعني انسان يكسر الخاطر اي واحد في انسان حتى لو كان مسلم بعد يكسر خاطرك هذا اليتيم ودك تلبي جميع حاجاته كاريزما في غيابي وحضوري بسعد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما. لو أتيحت لي الفرصة أني أقدم الشيء لهذا اليتيم أنا ما قلنا شيء ودي أقدم له صراحة أشياء كثيرة ودي أقدم له الحنان العطف المال أي شيء هو يحتاجه أصلا بسأله بقول وش ناقصك من أمور الدنيا كلها لأن الإنسان يعني إنسان يكسر الخاطر أي واحد في إنسان حتى لو كان مسلم بعد يكسر خاطرك هذا اليتيم ودك تلبي جميع حاجاته كاريزما في غيابي وحضوري بسعد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي ما اخذ رايكم بس بعطيكم حالي وبعدين تناقشوا يعني بعطيكم السالفه وسؤال تجاوبون نعلق عليه على كنا جالسين ايه بعد ما خلصنا نتكلم كنا جالسين في كافي جانا واحد من العيال اسمه محمد اليابس عشان ناخذ راحتنا محمد اليابس محمد اليابس محمد اليابس نعم تنقد محمد اليابس انا موجود رفيق جاء فول هو هذا محمد اليابس يا كابتن المهم يا طويل العمر والسلامه جالسين قال محمد اليابس وش الشيء مثل الشخص على حقيقته يعني جاوبنا كل ابونا قلت انا اذا كبرت لها قوفي قال واحد دراهم قال الثاني اذا سافرت معه قال الثالث اذا سافرت معه برضو كم معنا وش اسمه واحد سعود سوق على 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 كفاله واحد مليون المهم قال ميد متى تعرف الشخص الحقيقي ايش قال ميدنا سوق سوق جاوب يعرف عربي يعرف ايش يسوي معنا عربي قال ميدنا شو تكفى شغلتنا قال شغلت ما اجلس انت قال ميدنا السواق طبعا جاوبنا كل ابونا اللي قال تعرف اذا سافرت معه قالوا فيصل هدرات قال في التعاملات الماليه ما صرت قلت انا ليش؟ قال اخي المال عديد الروح فعلا ايش؟ اذا استمنت الشخص على مالك فانت تحبه قال واحد مليار اذا سافرت معه كان معنا سواق ما انا ما استنسى بس سواق هندي سواق شوف كيف شوف كيف شوف كيف ردت سؤاله جواب جواب منه جواب اقسم بالله انا صدمني قال هو انت شوف هذا واحد يوم اثنين يوم ثلاثة يوم واحد شهر اثنين شهر بعدين انت معلوم انت خلي يعني هذا وين سواق وين سواق لواحد يعني خله للوقت لوقتك لوقتك مع ذلك مع ذلك اقسم بالله يا رجل ان فيه ناس كنت اقدسهم تقديس غير طبيعي الين خليتهم للوقت الوقت كشف
اللي شوفوا في ناس شافوا الوقت كنت احس انهم واو بعدين صاروا واو ما ما ما, ما يشيلون في ناس كنت احس انهم ماشي اللي شافوا من الوقت صاروا اطيب مني انا يسار والله اني كنت امشي مع ناس على طاري كنت امشي مع ناس يا ولد اعرفهم يعرفوني كنت على شيء معين عرفت يمكن اني امشي معه ابغى منه الحاجه وهذا شيء غلط إيه غلط مصلحه ولا انك تبغى شيء والله اني مشيت مع ناس ما كنت ابغاهم اول ما ابغاه الا جاني في مجلس قمت رحت خليته يا اخي عله والله انه عله بعدين والله اني والله العظيم اني عرفت الرجال على حقيقته طلع محترم وكويس زي الخاطر انا كنت اتمنى اني اعرفه من زمان بس ما تصح انك تطلع بس معطيهم الهق ومعطيهم الحال والمال والدنيا عطوك ما يصح انا اقول لك لا تستنقص وتقوم علشان لا اسمعني لا تستنقص يا شخص والله يا في ناس والله العظيم يا رجال يا في ناس لو تجيني قبل لو انك جاي مثال تقول لي سعود شفت الشخص ده الشخص هذا ترى يوم من الايام ترك خويه معك الرجال قول انت صاحي تكرهه قول انت قلت مجنون انا ما دام مخبل انت شو بيجمعني مع الرجال هذا جت دارت الايام رحت الرجال هذا ومعي فأنا أقول لك دائم لا تستنقص الشخص ولا تخطي تبه يا رجال الخطأ لا تخطي على الخطأ شفت الخطأ وارد لكن سالم الخطأ وارد لا تذي لكن لا تعمد بالخطأ لا تعمد بالخطأ ولا زين لا تخطي على أحد انتبه لا تخطي على أحد لا تخلي بينك وبين الله شخص يا سلامي عليك والله العظيم صحيح. والله العظيم يا رجال أقسم بالله كلام صحيح. لا والله والله العظيم لا تحط مسعود اخوي تعال جلس حسين تكفى زين اخت حسين عندنا حوار اذنوب الله يغفرك باذن الله الله يغفرك زين ولكن خلي ممكن الله يغفرك يكون الشخص هذا انت خطيت عليه سبيته قلت فيه ما انت بمساء في ذي يا رجال انتبهوا ترى عندي مشكله عندي حساسيه في الموضوع هذا وش انتبه انا دائما النظره الاوليه للاشخاص اذا مثلا اذا جيت مثلا مع الرجال هذا قلت ميده خويته ولا ما خويته حبيته الله يحبك صل عني لا بعلم مثال هذا مثال أنا حب ما يحبك أنا حبيتك مثل حسون والله حسون صدق والله أول ما عرفته أقول رهيب تري نفسي أنت الحين أقسم بالله راح يجيني يحب الرجال أنت تقول له إذا جاء نظرتي الأولية اسمع سالم لا 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 يا أخوي اجلس حتى أنا وقتها يوم كنت كذا أقول أقول جاء بخشمي نظرة الأولية عندي تحبني هلا والله أيوه اسلم أيوه اسلم 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 يا فرقتي محمد صدق عندك راجع النور عشان قزازة تمشي تعال نايف نايف طرب أجل وضع طرب يلا يلا وانا دوم هيض بلا قايد انسى وانا دوم هيض بلا قايد وانا دوم هيض قايد انسى انا دوم هيض الله 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 وانا دوم هيض قايد الغزلان دوم ها 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 والله 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 انا دوم هيض بلا قايد طبت اللي طيبها من طيبها لا طبت اللي طيبها من طيبها الله 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 فضل يا الربع اليوم الفرق ب 15 ريال ما يوقف ايش تبي تسمعون غيرها ايش تسمعون ها دي جي يلا تبي دي جي تبي دي جي يلا سالم ايش ديك تعال وحظي عجاجة والحبايب قراطيس حظي عجاجة والحبايب قراطيس حظي عجاجة ها ان شاء الله ذا انت على الموسيقى تمشي هذا يمشي على الموسيقى عرفتوه في الحياه شو يمشي على الموسيقى هذا يمشي
شيء على الموسيقى ذا. ايش فيه؟ هيا هاك طبل لنفسك. ايش فيه يا الحيا؟ ايش فيه؟ السيو الصن الصن اجي عني خرج وخذ كذا 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 يلا يلا هذا سباق حماسي والفن هو الاساسي والكل اهلي وناسي والكل ذكر وناسي قولي لي كاريزما لو اتيحت لي الفرصه اني اقدم الشيء لهذا اليتيم انا ما اقول انه شيء ودي اقدم له صراحه اشياء كثيره ودي اقدم له الحنان العطف المال اي شيء هو يحتاجه اصلا بساله بقول وش ناقصك من امور الدنيا كلها لان الانسان يعني انسان يكسر الخاطر اي واحد في انسان حتى لو كان مسلم بعد يكسر خاطرك هذا اليتيم ودك تلبي جميع حاجاته كاريزما في غيابي وحضوري بسعد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي قولي لي كاريزما هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما لو أتيح ثانية ثانية فهد من الجيران يلا يلا طبت الميدان طبت الميدان هذه عيد عطني اي شيء عطني اي شيء اي شيء بخطب ولدي يلا حبيبي ترى مو راديو بليز واحدة واحدة خلاص سالم 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 صرم سريع سريع يلا نبغى سريع اخرج لا قوه يا كذا شوف اشكر 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 هذه بنت الطقاقه تتعلم عطى ثقيل هذه بتكسرين كذا كذا انت خلي سند الفلوس شنو؟ تحدي يا عيال تحدي 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 يا ابو فرسان ولا في حد ولا في حد خشم ولا تحدي يا ابو فرسان تلقاه في الدكان وحدين تلقاه في الهيئة شربت بتعجم بتعجم اسوي ياقا ايش تبي انت طيب يا الربع انطق هذا بعد يسوي لا اله الا الله لا اله الا الله لعبه معنا اليوم اللي هي تثبيت القاروره يلا خليه يثبت القاروره لا اله الا الله دقيقه عيال دقيقه دقيقه بس اخويا يا حمار انت ردنا نلعب مع اخويا بسرعه يلا يلا انا سعود وسع لسعود يا عيال بين باقي اوه علوه تعال سعود تعال بالله تكفى لا 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 سعود يلا فيه ما ادري طيب بنمر كذا من يمين اوكي اللي يجيب يختار واحد يحكم عليه حكم تمام عجل جل جل موافقين اوكي بسرعه سامي جديع اول شخص يلا لا استقبال شفت الفندق سطح الفندق شفت الحطه النو دخل المندو بس من اول على 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 تحبني تحب اخوي حبيبي يلا قوم يا سعود يا
تركي صدق انا ابغاك ايوه تقلد ضحك قم قدامي يلا انت غلط ما تخيل شيء ضحك يلا اللي شورتك فيه يلا ازلم الحين انا يلا يلا الحين يلا كل شيء ضحك سلام الله هلا بالدكتور هلا بالدكتور هلا بالدكتور يا ساتر اللي دكتور غبر قبل عمل طالع انت من عسك حجر ولا وش دكتور طالع دكتور هلا والله الله يعافيك ايش حالك سام طيب روح العياده يبون العياده العياده يبونك عندك عندك عمليه عندك عمليه في وجهك يعرضونها شو اسمه عبد الله خلني قلب اصبر اصبر لا تحرق يدك عطني عطني ايه يلا طيب يلا انت ضحكنا عط عند محمد صبر ما ضحك ولد طبق سان كذا بدون صوت يلا برزقه يلا يا برزقه كذا مو نفس التخصص عندك يا قبلان وين الداوم يلا يا سعود تك سعود خلاص تخصص اسمع فيصل تبقى جاهل دكتور تبقى جاهل تبقى فاشل تبقى فاشل ارحل والله بحكم ايه بحكم يا عيال ولد 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 بحكم ايه على كيف انت بس والله والله سعود اقسم فيصل صابغ شعره يلا بحكم انا وريك يلا يلا برم برم على الحفره شنو سعود يلا 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 تشقلب لا هذه مستحيله ما يدري ايش يسوي تشقلب انا بس سهله انا قلت فهد ما قلت انت اي هاي انا قلت غير 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 طيب خلاص اسعد على الغرف كلها وش وش تحدي قم قم حبيبي حبيبي قم يلا يلا فهودي يا فهودي وكذا فهودي يا فهودي فهودي يا فهودي فهودي هلا 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 فهودي يا فهودي العب صفك على طول يلا 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 يا جاهل يلا يا جاهل يلا يلا اوه جامس 10 مرات رايح جاي يلا هذا سباق حماسي والفن هو الاساسي والكل اهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما لو اتيحت لي الفرصه اني اقدم الشيء لهذا اليتيم انا ما اقول انه شيء ودي اقدم له صراحه اشياء كثيره ودي اقدم له الحنان العطف المال اي شيء هو يحتاجه اصلا بساله بقول وش ناقصك من امور الدنيا كلها لان الانسان يعني انسان يكسر الخاطر اي واحد في انسان حتى لو كان مسلم بعد يكسر خاطرك هذا اليتيم ودك تلبي جميع حاجات في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما لو أتيحت لي الفرصة أني أقدم الشيء لهذا اليتيم أنا ما أقول أنه شيء ودي أقدم له صراحة أشياء كثيرة ودي أقدم له الحنان العطف المال أي شيء هو يحتاجه أصلاً بسأله بقول وش ناقصك من أمور الدنيا كلها لأن الإنسان يعني إنسان يكسر الخاطر أي واحد في إنسان حتى لو كان مسلم بعد يكسر خاطرك هذا اليتيم ودك تلبي جميع حاجات في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة
صادقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما ما دام انه مدير خلاص ما دامني مدير او لو دفنوني ولا والله ما تنقل صمل فيك هي يا ولد وارسل عليه ناس قال اقسم بالله لو يقوم ابي من قبره انك فلا 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 نقول مستحيل خليته ما خليت احد اللي مرسلت عليه قال مستحيل والله ما تنقل لدريك اللي نقول فضل الصدقه فطلع ذاك اليوم في الظهر شمس بدرجه الحراره 50 واخذ الكرتون ماء اشتري عمال يبنون وراح اشتري من البقاله جنب الدوام وراح اشتري من البقاله كرتون ماء اي والله وراح ادولهم بارد اعطني بارد وراح اذكر ثم ما ونزل عنده اقسم بالله انا خالص لوجه الله اني فلا اقصد نقل وظيفه ولا اقصد اي شيء يمكن ناسي نقل وظيفه انت ناسي ما انا ناسي ناسي ميس ميس منه خلاص واخذ كرتون ما ونزل اقسم بالله لا حد يستهين به ب 20 ريال 17 ريال صادقين رجال 11 ريال الكرتون وكاسات كاسات ايش كاسات ذيك اللي هي علبه افضل الصدقات سقي الماء قال الماء 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 صاحين انتم ونزل كرتون ما عندهم الصباح اليوم الثاني دخلت ورقت عليه كذا اقسم اي مع اوراق اوراق وما انا اقلي بحال القدرين يا مرحبا اقسم بالله حتى ما رفع نظره فيني نظره نشوف شافني كذا اقسم بالله ما رفع نظره فيني وقع اقسم بالله انا وقع كذا عطانية عطانية اني ماني مصدق دقيقة أنا كمل اللي سألت أقسم بالله يوم جاء اليوم الثاني إني ما رفع حتى نظرة فين نظرني شوف نادر ما نفع أقسم بالله ما رفع نظرة فين إنه كذا على طول وقع حتى ما شاف دفع كذا دفع الماس حتى ما رفع نظرة ما صدقت رحت على طول صادر وارد رحت على طول نقلت سبحان الله كان نزهت باكرت ثاني ها عندهم وشو؟ النية 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 هي ما يبع على انك تصدق انا ترى كلام جدي يا حسين استرسلت من عقب الصدقة وفضل الصدقة والكلام ذا اي والله ان الله وقع في الانسان حياة الانسان ولا يستشعرها يمكن انت تشرح السالفة بالنسبة ترى ما يحسها للواحد اللي جرب لذتها يوم صدقت انت وجاتك ذي النافعة نقل مديرك ذي تسمع عندك شيء خلاص انت بتبني على الصدقة هو فعلا اعمالك عند الله انت على النية اي نعم اهم شيء تكونها خالصة لوجه الله والله يوم اعطيهم اياها الماء والله ما عندي نية واحد بالمية انها يعني عشان نقل عشان انها خالصة لوجه الله اني ابغى لك وقدك اصلا ناسي نقل قدام الرجال هيا منه يا رجال انا عندي قناعة كذا انا قناعة الصدقة في الف رجال بتصدق الرجال بتصدق لكن والله يا رجال زين اللي بتصدق هو اللي بحاجة صدقة انت بتصدق تراك انت اللي بحاجتها والله العظيم يا رجال انت اللي بحاجه الصدقه ترى الرجال اللي برا ما هي مقصره والدوله ما هي مقصره ولكن والله يا رجال انت اللي بحاجه يعني يلمى اللهم لك الحمد كل حارب برا كل لفه برا بكل مكان يا ولد عامل عطشت اقرب بقى يقربني والله ما ياخذ اهريه ولكن شوف سبحان الله انت تقدم كرتون ماء حلو تصدق يا يسوى مليم يفتح لك ميزان امور واجد انا كان كذا اقول لك الصدقه انت اللي بحاجتها العامل اللي تصدقت عليه ولا الشخص ولا اي صدقه كانت غير الماء مو بحاجتها ترى انزل عنها صدق في غيرك شوف شوف لكن انا بحاجتها. انا اقول لكم بس جربوها مره انك تعطي عامل ماء او تقدم شيء او تصدق في وقف او تصدق جربها بالشعور ذا تعيش يومك كامل مبسوط ذاك اليوم وتبي صدقه ثانيه احسن نوم ابتسامه بوجه اخيك صدقه لا ترى هي صدق والله انا صادق انا مبتسم هذه مشكلتك النيات لو كتبت الواحد قال ايش عندك انت انا انزل تصاحي تخبل يا الربع صل على النبي والله مزين من هالواحد لا حط له خبيئه بينه وبين الله نعم ترى الخبايا زينه
لو انها على قولة الربع ما يحب الله سبحانه وتعالى يا اخوي سبحان الله والله انها زينه خبيئه بينك وبين الله اي وش كان نوعها وش كان وضعها لو انك تستقطع من حسابك يا اخوي انا ما ودي خبيئه هي اسمها خبيئه يعني شيء بينك وبين الله سبحانه تستمر عليها وش مفهومها انك تخصص حاجه تكون مستمر عليها دائم فعل خيري مستمر عليه وما تنقطع منه عاده سهريه يوميه هذه الخبيئه والله الربع لها اثر ولها وقع في حياه الانسان سبحان الله انا اسمع بها وادل بها والله لك الحمد لكن من الخير واجد والدلائل على الخير واجد قال الربع ما قلنا بس الخبايا بعد نعم اسمع بها في القصص ونسمع بها خبيئه بينك وبين الله لا يدري الا انت والله عنها الله يجزاك خير يا الربع فيكم من صلى على النبي والله على طاري موضوع الصدقه حتى يوم ذكرتها في الوقت ها يوم ذكرتها في الوقت انا صرت احبها صدق هي حلوه فعايد على الإنسان حلوة أنا صرت أحبها لدرجة إني على طول والله ما أخفيكم على طول أوقات والله ما يبدي غير مصروفي ما أكذب عليك 50 ريال 100 ريال من كثر ما أدري أنا واثق أنها لها مردود عليك خلاص فهمت فصرت أحب أسويها عادي عندي مستحيل لازم يكون عندي قدرة مالية كبيرة عشان أسويها لا حتى لو معي 5 ريال 50 20 100 ادف ترى ما بشرط يكون ما والله جد انا الامور واضحه اسمع ما بشرط يكون ما ولا بالعكس يعني انا بقول لك موقف مره مع على طاري عمال النظافه وقف عند طالع من التشريح ما اخذ القطع قسم بالله يا عيال اني ضميان بموت عطش وشوف سياره وقفت عند عامل عطى مويته وانا طالع من التشريح الشرلي العام يوم نزلت الدريشه قال سوي اثنين يبيع يبيحته سبحان الله وفي حاجه تلمح فالخير الخير ترى حلو يوم تسوي الله يجعلنا وياكم من هالخير الربع حاضر اسلم 50 ريال 100 ريال كنت انا واخوي انت صدق عرفت واعطي يقول يا اخي عطني انا اولابه هو ما عنده لا اول ترى الاقربون اولى ايه قال يا اخي عطني اياها خلني اشتري ولا اشحن جوالي ولا خلها لله سبحانه وكل ما رحت انا وياه عطينا اللي نعطيه الماء ولا شيء ايه. بيني وبين الله سبحانه جاء ايه. يوم من الايام بعطي ذاك الصديقه اللي بيني وبين ربي شوي الا طرطط جاتني رساله حلوة واشوف الرساله والله العلي العظيم انها دبل اللي انا اعطيت ما تجزي الا بالنيه والله العظيم لا خلصتها ابشر والله بالخير واشبح فيها اخي واقول شفت قال ايش قال بكره راح اتصدق ليه بكره ذا الحين الله يجعل ربنا خلني اعلمك كم يروح يتصدق جاني قال ما جاتني رساله نفسك قلت لا يا حبيبي خلها بينك وبين ربك خلصها اي لا تسوي كذا علشان تبغى المردود الثاني خلها كذا وامشي عطى نياتي على طاري 50% ولا هنا الربع سيف مره واحد من الربع كان يبني البيت تعرفون عاد العمار تدفع اللي وراك واللي دونك يبني البيت وصل الكهرباء الامور طيبه وقف البيت عظم عظم البيت ما لا رجال لا مع فلوس ثلاث ولا مع فلوس لا خلاص انت البيت عظم يا رجال مره سعد بس مسكت معه شاف العمال يشتغلون اللي ينظفون الشارع ما بحسابي على كلام الرجال يقول والله يا رجال ان بحسابي حدود 9000 ريال لا تاثر ولا مره ما تسوي شيء في البيت كل ادخل موقع زين كل اللي قالي براده سعرها 350 قريبه في الحرم خليني اشتريها ما ردي بحتاجها قول والله انا شايلها فكرون احطها عندي بالحوش بيتها اللي ساكن به مو ولا العظم ولا قطها عندي في المستودع ما ردي راح احتاجها شوي تذكر بيته جنبه فيها بيتها العظم اللي قاعد يبنيه يروح يحطها قول والله ما كلفتني 500 حلف يقول والله العظيم يرجع يقول طبعا شغله براده صار يشربون منها العمال البيت عظم والبيت عظم اللي يرجع يشهد الله البيت ما كمل 3 شهور الا انا بوسطه ايوه الله ما شاء الله والله العظيم النيه يقول والله العظيم وعلي قرض وسيارتي مطلوبه للبنك ودي يقول والله يرجع 3 شهور انا ساكن بوسط بيتي اخوي الدين الدين ما منها لكم خير والله انا صدق بغيت اصدقهم بغيت فيه شايب من الجماعه يعني قد شايب وخذ لها الثاني خذها الثانية على الحديدة هقري
عنده ابل يمكن السوالف ذي بعضكم ما يفهمها مو بما يفهمها المشاهدين يمكن يفهمها البل حشوانها عاديه يبيع حمكسه ب 5000 6000 7000 تمشي البل وتمشي بيته ما تمشي تسوي شيء عيشتها اكثر من فائدتها تاكل عليها اكثر اي ما منها فائده فائده ما منها فائده هو بس عليها 450 دي المهم يقول وصل الصلاة في وقتها التهجد آخر الليل أصدقها تصدق وهو من أول دينها طيب بس يقول أنت جوتي يا ولد الدين زيادة يقول ما هو بنيتي ما هو عشان الدين ولا ذا يقول غير عينت السعادة عينت الوناسة عينت الفرح عينت كل شيء شرحة تصدق يقول غير حتى بغض النظر عن عرسي يقول والله ما عينت سعادة ما عينت في عرسي ولا عينت في أي شيء في الدين يقول ويأخذ المدة ويبيع على حشوانه اللي هو والبعير عنده والناقة عنده لنفسه اي ويبيع عنده 90 ب100 ب110 كم حظه كم حظه سبحان الله بعد الله سبحان ويبيعها كلها فحلها كلها ب 500 يعطيهم يسدد 450 يخص فيه 50000 ما شاء الله سبحان الله ترى كلها من الدين ما يجيك شيء منها وترى الاولي ما دخلوا له شيء النيه مطيه صح نية يسر ما هو بعسر اي ودني يسر فيه كل شيء صدق يسر ابتسامة صدق انت ماشي شفت لك واحد العبري ساعدته ولا ايش بعلمك الدعوة او انك تدل على الخير ترى ممكن والله بعد والله حتى بسكوت الشاهد حتى اهلنا يا شنو دامكم في ذا الموضوع من الموضوع فيه سالفة بعلمكم بها يسر لانها في موضوع الدين حنا استرسلنا بالسؤال السالفة ذي حنا استرسلنا بالسالفة طيب انا مكتملين ديني اللهم لك الحمد والشكر والفضل وانتم خير من يعلم على الامر ذا نبي سوالف مواقع الحياه من اثار الحياه جارب اي انت جارب الحياه نبي الاسئله اللي على الماضي تحرك ولا انا كل منكم والله في خير وفيه بركه ويزود انا ادير تبون عندي عطر نبدا ولا اقصرهم فيك خلنا نبدا من رعيف الطاوله يكون زاويه ما ابدا انا اعطي اجيركم الفقره عندي اضبط لكم ضبط ولا اقصرهم فيك يا ابو الله خلاص ابي اصعب لحظه حسيت انها قفلت الحياه خلصت كل شوي خلاص كل شوي يا ولد من بعيد لا صدق ابي اصعب لحظه مرت علي قال انه بيقول انكسر الهارد تسلم يا من عندك من يمين انا مخرب ركع انا ماسك عشان نكون من اصحاب اليمين روح. انا ماسك المايك جا اعطيك يا ابو ثابت روح وش سؤالك ابي لحظه حسيت انها يا رجال انكسر خلاص قفل الدنيا يعني قافل الدنيا اجاوب حشر اسلم انا ذل قلت شو لحظه مني بكل شيء بيجي ما انكسر انت حسيت خلاص انا لازم اعلمك مثال وقت حاجات معينه ما هي بانها طفاره كذا كلنا نطفر كلام كلنا معنا فلوس كلام ولا هو بحب ولا هو بحركات تغزل وما ادري ويش كلام فقد الام او الاب او الاخو او الصديق انا فقدت عيال عمي واحد من عيال عمي اسال الله ان يرحمه وخالي خالي هادي الله يرحمه وعلي اخوي من رضاعه علي الله يرحمه ان شاء الله يمكن ثلاثه ولا اربع خمس مواقف يمكنها اللي هدت حيلي تراها تصنع انا اشهد نعم تراها تصنع مش اي في ذمتي يا صار لا فقد احد ولا صار عذره معذره الزمان يعرف ايش يسوي تراها تنعكس والمواقف الصعبه اذا طلعت منها سالم نفسيا ترتاح واخذتها ايجابيا على نفسك تراك مرتاح وتتعلم من الاخطاء وتتعلم من الاشياء نعم نعم اكبر انجاز واجد انا في اجوبه واجد بس بخلي المجال للرب موقف ابو ظاهر وش موقف؟ مواقف والله واجد هو عد موقف الباقي ما عد عطنا موقف طرب على ما قال الرجال هي انا ما بعد فهمت السؤال وين وجهته صح الله يسلمك خلينا نعرف وين وجهت السؤال السؤال طال عمرك وش اليوم اللي اصعب يوم مر عليك تحس انه كسر ظهرك بالحمل والثقل الهم موقف حسيت الحياه وصلت اجاوب شوي بيجيك الدور عطنا اللي عندك تروح الدعم زارك طيب الربع لا عنده عطيه اياه ما عنده شيء يا اخي عادي ما بعد جاهم عادي احنا بعد نبات بعد نبات في الحياه
فني وحضوري والثقه لازم 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 ضروري. هذا سباق حماسي والفن هو الاساسي والكل اهلي وناسي والكل ذكر وناسي. هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما لقال عمار كاريزما. سكان خاسمك محمد بن هادي الرزقي من الحصينية من منطقة نجران العمر 30 سنة. مثل ما وعدتوني يا جمهوري بالنجاح أوعدكم بكل ما هو مميز عن محمد بن هادي الرزقي والقادم إن شاء الله جاي وعلى ما قالوا الوعد عند المنصة التقينا. عبد الله مطاعن الدرايبي الاسم أبو درايبي العمر 32 سنة من منطقة جازان سكر الرياض. أنا الجمهور إن شاء الله بتقديم الريالتي العالي بتقديم الكاريزما الجميلة جدا وأنا واثق من نفسي أبو درايبي هتلقى الفرق.